بسم الله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل البر والوفاء أما بعد فأهلا وسهلا بكم في مطلع هذا الشهر المبارك شهر ذي القعدة الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بأن جعله أول الشهور شهور الحرم الشهور الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم وهذه الاربعه الحرم هي ثلاث متواليه وشهر رجب والثلاث المتواليه تبدا بشهر ذي القعده ومن باب الفائده اذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في حياته اربع عمرات كلها كانت في هذا الشهر شهر ذي القعده اعتمر عليه الصلاه والسلام عمرة القعرانة في شهر ذي القعدة واعتمر عمرة الحديبية واعتمر عمرة القضاء كما أنه اعتمر آخر عمرة في حجة الوداع وكلها كانت في شهر ذي القعدة أو ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم إحرامها في شهر ذي القعدة أما الحج فقد حج النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في حياته ذلك في عام الوداع لانه لم يفرض عليه الحج قبل ذلك وعلى تقدير ان الحج كان مفروضا قبل ذلك فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب الى الحج لطواف المشركين بالبيت عراه ولوجود الاصنام داخل الكعبه الى ان من الله عز وجل بتطهيرها من الاصنام ومن اعمال المشركين اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا في طاعته وان يلهمنا ذكره وشكره وحسن عبادته انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته